مرحبا اهلا وسهلا فيكم في برنامجكم صوموا تصحوا على قناه تي في صوت العرب من كندا وكما عودناكم الدكتورة الرائع اللي صرتوا تحبوه ان شاء الله حنجيب لكم اياها على كندا الدكتوره كريمه <applause> اهلا وسهلا فيك يا دكتوره اهلا بحضرتك يا دكتور ده شرف كبير ليا ان انا معاكم السنه والله انا <applause> سعيده جدا بيكم والله واحنا اسعد يا دكتوره واحنا تقريبا اليوم التاسع عشر وفي سؤال كتير إجا وتكرر في ناس كتير مع انه بصوموا مع انه بخف اكلهم ولكن للاسف بزيد الوزن شو <applause> <في> السبب يا دكتوره؟ <applause> ما احنا بقى احنا النهارده الحلقه 19 يعني لو احنا ماشيين بالظبط كده جايبين اجنده وبنكتب فيها الحاجات اللي بنقولها مش هندخل النهارده يعني ايه هنعمل سبوتس كده يعني احنا الكلام كله قلناه في وسط الكلام، لكن النهارده هنجمعه كله على بعضه عشان بس برضه نفهم جسمنا ونفهم هو بيحصل فيه ايه وهو بيضحك علينا ولا احنا اللي بنضحك عليه ولا ايه الدنيا بالظبط. اه ليه بنتخن؟ ليه؟ ايه السبب؟ اه في عندي ثلاث هرمونات، انا بحب المنظومات الثلاثيه قوي. <applause> عندي ثلاث هرمونات، الهرمونات دي هي اللي تعتبر يعني في كتير ولكن دول بالذات هم بيعتبروا اكتر حاجه بتعمل لي سلسله كده متشابكه مع بعضها بتؤثر في جسمك بتخليه يوصل لزياده الوزن. ايه هي؟ اول واحد المعلم الكبير قوي بتاعنا اظن كلكم عارفينه دلوقتي هو مين؟ الانسولين. الانسولين لما بيزيد في جسمك بيخلي الخلايا الدهنيه تفتح احنا قلنا لما بيزيد آآ آآ قبل كده لما اتكلمنا عن مقاومه الانسولين وعن السكر قلنا لما بيزيد الانسولين ما بيخشش بقى ياخد السكر ويخش بيه بيحول السكر لدهون فبيسبب ان الخلايا الدهنيه تفضل مفتوحه تعبي دهون طول ما هي مفتوحه الخلايا الدهنيه بتعبي دهون وده نتيجه ايه نتيجه اكل السكريات إحنا مهما عملنا ومهما صمنا وبعد الفطار بناكل حلويات كتير مش هقول لك أحرم نفسك، لأ. يعني الدنيا ما فيهاش حرمان ولكن قليل قليل، آه حتة صغيرة أدوقها كل كام يوم، آه مش كل يوم، مصطنية كنافة أعملها وأكلها أنا لوحدي يعني طول ما إحنا بناكل الحلويات فالأنسولين عالي. طول ما أنت بعيد عن الحلويات وعن السكريات الانسولين بتاعك منخفض خلايا الدهون هتبقى منغلقه مقفوله مش حوصل مش ان انا اعبي واحوش في دهون ابقى انا عماله طول الشهر طول النهار صايمه وافضل بقى من الفطار للصخور عمال بعبي في دهون والدهون اتفقنا ان هي مش بتتكون في الجسم نتيجه ان انا باكل دهون لا دهون مظلومه من 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 كل الكلام ده هي الدهون بتتكون في الجسم نتيجه اكل والافراط في اكل السكريات عشان كده احنا افردنا حلقه مخصوص عن السكر وحلقه مخصوص عن مقاومه الانسولين عشان نعرف ان ان سبب السمنه بتحصل اول حاجه بتحصل لي بسبب السكر كتير الحلويات والنشويات زياده عن اللزوم عندي حاجه تانية بقى التاني هرمون عندي حاجة اسمها الجروس هرمون جروس هرمون أو هرمون النمو هرمون النمو ده هرمون مهم جدا موجود في الجسم آه يعني من رحمة ربنا علينا هو طبعا بيفضل عالي عالي بشكل طبيعي لغاية سن حوالي مثلا عشرين سنة بعد كده اوتوماتيك هو بيقل لكن من فضل الله ما هو آه هو بيفضل عالي في الفترات الأولى عشان النمو عشان تكبر وتطول والاعضاء تكبر وتزداد في في الحجم والكلام ده كله بنيجي بعد بقى سن ال هو بيقل جدا في الجسم ولكن ما بيتمنعش وانا ممكن في ايدي ان انا اعليه وازوده بيعلى ويزيد بايه اكتر حاجه بتعلي هرمون النمو هي الصيام شفت بقى رحمه ربنا علينا بان هو فرض علينا الصيام عشان ايه وانت هتلاقي ان معظم اللي بيصوموا ابتداء يعني ايه من قبل العشرين بحاجات بسيطة واللي اكتر بقى الناس اللي هي بعد العشرين دي اللي ملتزمة بالصيام وصيام بقى اتنين وخميس او صيام الايام المفضلة هرمون النمو ثبت العلماء ان هو بيزداد الفين ضعف في وقت الصيام طب ايه اللي تم حاجة جميلة قوي ايه فايدته هرمون النمو ده طول ما الانسولين واطي هرمون النمو عالي. اول الانسولين ما يعلى يروح ساحب هرمون النمو ومقلله. تخيل بقى احنا بنظلم نفسنا قد ايه؟ بشويه الحلويات والسكريات اللي احنا بناكلهم. بنوطي هرمون النمو، بينخفض هر افراز هرمون النمو في اجسامنا بسبب ارتفاع هرمون الانسولين. هما الاثنين ضد بعض، ما بيتفقوش مع بعض. ده يعلى ده يوطى. ايه تاني بيخلي هرمون النمو يقل في جسمنا ان انت ما تنامش بالليل نومك لان بل... هرمون النمو ما بيفرص الا بالليل والدنيا ضلمه لازم تبقى نايم بالليل وفي مكان مظلم لو انت ما نمتش وخدت فترات من النوم في فتره الليل ما بيفرزش عندك هرمون النمو ده، يعني سيان للكبار او للصغيرين، الشباب الصغير اللي بيفضل طول الليل صاحي على اللابتوب او على الموبايل او على التلفزيون او الكلام ده كله وبينام بالنهار، انت بتحرم نفسك من اكبر نعمه ربنا ادهالك ان انت بتخلي هرمون النمو ما يفرزش عندك، يبقى تاني حاجه بتخلي بتأثر علينا وبتأثر على أجسامنا هرمون النمو لما ما بيفرسي في الحالة ده هي هرمون الانسولين بيبقى عالي يعني هما الأثنين عمليه تبادلية لو ده واطي الثاني يبقى عالي لو الأنسولين عالي ده بيبقى واطي ايه كمان ممكن يرفع لي هرمون النمو عشان يزداد الحرمة ما كل ما ارتفع هرمون النمو بيحرق لي الخلايا الدهنيه اللي موجوده في الجسم. ايه تاني؟ الرياضه. لذلك يقول لك افضل وقت رياضه هو لما بتقوم الصبح بيبقى معدل هرمون النمو عالي عندك. فلما تقوم الصبح وتعمل تلت ساعة مشي ولا أي نوع من أنواع الرياضة البسيطة، أنت بتنشط عملية الحرق جوه جسمك. فما تتعرضش للتخن أبدا. ما دام بتحرق وبتحرق الخلايا الدهنيه هتتخن منين؟ حتى لو انت كلت حاجه اوفر ولا حاجه زياده انت بتحرقها، فيعني خليك حريص ان انت ترفع هرمون النمو ويبقى موجود بصوره عاليه موجوده في جسمك. تالت هرمون اللي هو بقى هيقفل لي المثلث بتاعي، الهرمون العظيم قوي قوي بقى اللي هو مش سايبنا كلنا الكورتيزول. ايه هو هرمون الكورتيزول ده؟ هرمون ده هرمون التوتر. اول لما بتتوتر او اول ما بتتعصب بيفرز كورتيزول. واول الكورتيزول ما يفرز بكميه عاليه الانسولين يقول له اهلا وسهلا بيك تعالى انت حبيبي ده احنا اصحاب يروح راخر عالي معاه. مين بقى اللي يغضب ويزعل في النص ويمشي هرمون النمو. ما بيتفقش مع الجماعه دول خالص. يرتفع الكورتيزول ينخفض هرمون النمو تزداد الخلايا الدهنية وتفضل منفتحة ليه؟ شوف نفسك وانت متوتر عايز تدور على اي حاجة حلوة تاكلها آآ آآ انت سهران بالليل هو هرمون الكورتيزول برضو عدم النوم وعدم اخذ قسط كافي من النوم يرفع لك هرمون الكورتيزول هو بيخلي الجسم دايما في حالة تأهب وحالة توتر وحالة شد شد عصبي فانت سهران بالليل تلاقيك سهران بالليل قاعد جوه التلاجه بتدور بقى ما انت قاعد في فراغ فكل شويه رايح جاي على التلاجه لانك انت عندك حاجات داخليه هرمونات بتفرز لان ما دام ده دا عالي الانسولين عالي بيعلي الانسولين معاه فطالما الانسولين عالي لا بيحسسك بالجوع هي منظومة ماشية سلسلة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي منظمها كده الانسولين يعلى بيحسسك بالجوع بتدور على حاجة تاكلها كلت اتخزن دهون فتحت الخلايا الدهنية يبقى أنا عندي الثلاث هرمونات دول أنا بحاول إن أنا أسستمهم إن أنا يبقوا منتظمين يبقوا بمجرد أنا ما ظبطت هرمون الإنسولين ونمت كويس وحاولت إن أنا أبقى هادي الصيام عشان تبقى هادي طول ما انت بتتبع قواعد الاكل الصح صدقني هتبقى هادي عمرك ما هتبقى متوتر لان مش الصيام اللي بيخليك متوتر زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت اللي بيخليك متوتر هو الاكل الغلط السكر الكتير الحلويات الكتير السهر الكتير وعدم اخذ قسط كافي من النوم ده اللي بيخليك متوتر واللي بيخليك عصبي بالتالي هرمون الكورتيزول يعلى طالما انت متوتر يبقى بيعلى منظومه ثلاثيه بيلفوا حوالين بعض الثلاث هرمونات انا دوري ايه دوري ان انا اخلي بدايه الانسولين منخفض بعد الفطار احبقى آه كده يعني عمليه تاني في اكل الحلويات ما أكلش حلويات كتير آه على قد ما اقدر ان انا يعني لو حاجه بسيطه وخلاص بقى رحلها حاجه بسيطه جدا آه امتنع عن السكر احاول ان انا اقلله وأمنعه من جسمي خالص طالما انا قللت الانسولين هيبقى جروس هرمون مرتفع هيحرق لي الخلايا الدهنيه مش هتتحوش دهون في جسمي ولا هتتحوش دهون في منطقه البطن طالما انا بعمل الحاجات دي ببقى هادي طالما الانسولين عندي مش عالي انا هبقى هادي فبالتالي هرمون الكورتيزول مش هيبقى مرتفع عندي هيبقى منخفض يبقى انا عندي معادله ثلاثية انسولين منخفض هرم جروس هرمون مرتفع كورتيزول منخفض انا احافظ عليهم واحافظ على الانسولين الكورتيزول بتاعي بصيامي الصح بادائي للصلوات كل الحاجات دي بتبعث الهدوء وبتبعث الطمانينه في النفس ان انا احاول ان انا كل يوم اعمل شويه رياضه ان شاء الله مشي او اي حاجه بسيطه اروح شغلي آه لو اقرب المسافه لو شغلي بعيد جدا امشي لي شويه كده ثلث ساعه وبعدين اكمل ركوب احاول ان انا اتحرك آه استعمل جسمي في الحركات الرياضه بتفرغ كل الطاقات المختزنه جوه الجسم وبتعلي لك الطاقه الايجابيه بتقابل يومك بهدوء اعمل التأمل أو المديتيشن أو اليوجا لو أنت في استطاعتك، الحاجات دي كلها بترفع جروس هرمون وبالتالي ما بتديش فرصة للخلايا الدهنية إن هي تتكون، عرفنا احنا بنتخن ليه؟ مش بنتخن عشان بناكل دهون ومش بس بنتخن عشان بناكل حاجات كتير، لأ بنتخن عشان احنا مش فاهمين المنظومة بتاعة السمنة بتيجي إزاي، دلوقتي فهمناها دلوقتي احنا كلنا بقينا يعني شاطرين جدا هنحافظ على الكلام ده، هنحافظ على هرموناتنا تبقى منضبطه ومظبوطه ونحافظ على نبنا نصوم صح وننام صح وناكل صح وان شاء الله نحافظ على صحتنا ونطلع بوزن رشيق وجسم مثالي ومحدش يبقى زعلان من نفسه في رمضان ولا بعد رمضان عشان قبل العيد هنقول بقى نعمل ايه في العيد؟ ما نبوظش اللي عملناه في رمضان واشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله بصحه جيده وصحه طيبه وصيام مقبول بامر الله. ان شاء الله <applause> ان شاء الله كل سنه وانت طيبه دكتوره قرب رأ... قرب <applause> العيد هنبدأ اكيد نحدد العيد <applause> ان شاء الله <applause> ان شاء الله نشوفكم بخير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه <applause> الله وبركاته.